يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أريد أن أحج، لكن أريد أن أذهب أولا إلى جدة، وأنا من أهل الرياض، فمن أين أحرم؟ من الميقات، ميقات الرياض. لا تذهب إلى جدة بدون إحرام إلا إن كنت بترجع للميقات، كنت بترجع للميقات فلا بأس، ولكن لابد من الإحرام من الميقات في حقك. نعم.